بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، الآن سنناقش أنشودة الدين المعاملة بطريقة فنية. أرجو الانتباه، سنسمع النشيد عدة مرات، سنستمع إلى النشيد عدة مرات، فأرجو التركيز. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم نشيد الدين المعاملة بطريقة فنية للصف الثاني الابتدائي مادة لغتي المنهج الجديد. أنا طفل ويرعاني بهذا الكون إيماني، كتاب الله في صدري ونور الحق عنواني، وسنة خير خلق الله منها المنهل الثاني، وعامل كل من ألقى بإجلال وإحسان، فكل الناس أحبابي وهم في الخير أعواني، تربينا مدارسنا على طهر وإيمان. أنا أقول بطريقة تانية، أنا طفل ويرعاني بهذا الكون إيماني، كتاب الله في صدري ونور الحق عنواني، وسلة خير خلق الله منها المنهل الثاني، وعامل كل من ألقى بإجلال وإحسان، فكل الناس أحبابي وهم في الخير أعواني، ربنا مدارسنا على طهر وإيمان. والآن مع سارة. أنا طفل ويرعاني بهذا الكون إيماني، كتاب الله في صدري ونور الحق عنواني، وسنة خير خلق الله منها المنهل الثاني، وعامل كل من ألقى بإجلال وإحسان، وكل الناس أحبابي وهم في الخير أعواني، تربينا مدارسنا على طهر وإيمان. والآن مع أحمد. أنا طفل ويرعاني بهذا الكون إيماني، كتاب الله في صدري ونور الحق عنواني، وسنة خير خلق الله من المنهل الثاني، وعامل كل من ألقى بإجلال وإحسان، فكل الناس أحبابي وهم في الخير أعواني، تربينا مدارسنا على طهر وإيمان. طيب، الآن استمعنا إلى النشيد، استمعنا يا أبطال إلى النشيد خمس مرات، خمس مرات. كلمة المنهل يعني المصدر، المنهل المصدر، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المصدر الذي نأخذ منه ديننا بعد القرآن الكريم. إجلال يعني احترام، إجلال احترام، عواني مساعدون لي. هنا الطفل المسلم يقول أنا طفل ويرعاني بهذا الكون إيماني، يعني يرعاه ويحفظه. اقفل المايك يا عبد العزيز. الإيمان الذي هو مؤمن به. كتاب الله في صدري يعني في قلبه وفي صدره يحفظ القرآن الكريم. ونور الحق عنوانه، يعني عنوانه هو الحق الذي يسير عليه. وسنة خير خلق الله، يعني سنة النبي، خير خلق الله هو النبي محمد. منها المنهل الثاني، يعني المصدر الثاني بعد كتاب الله. المصدر الأول هو بيأخذ منهم التعليمات وبيأخذ منه الدين الذي يسير عليه. وعامل كل من ألقى بإجلال وإحسان، يعني كل اللي أنا بقابله بعامله باحترام وأحسن إليه ولا أسيء إليه، فكل الناس أحبابي، كل الناس بيحبهم، وهم في الخير أعواني، يعني مساعدون لي،
يعني يساعدوه في الخير. تربينا مدارسنا على طهر وإيمان، يعني المدارس تعلمنا أن نكون مؤمنين وكيف نكون طيبين وبعيدين عن كل شر. الآن سأستمع إلى الأبطال وهم يقرؤون. من يقرأ النشيد قراءة جيدة بدون خطأ؟ اسمع بس يا أبطال، اسمعوني طيب، ما حد يتكلم بدون إذن. أول شيء شوف يكون فاتح الكاميرا، ثاني شيء يقرأ بدون خطأ، بخليه يلعب لعبة جديدة ويستمتع معانا فيها، وحصل على كأس بيكون 10 من 10 في التقييم. أشوف أول واحد معانا عبد الله، عبد الإله، تفضل يا عبد الإله. طيب أستاذ، دين المعاملة، أنا طفل ويرعاني بهذا الكون إيماني، كتاب الله في صدري ونور الحق عنواني، وسنة الخير خلق الله. خطأ. وسنة الخير خلق الله من المنهل التأثني، وعامل كل من ألقى. بإجلال وإحسان. لان وإحساني، فكل الناس أحبابي وهم في الخير أعواني. تربينا مدارسنا على طهر وإيمان. عندك خطأين يا عبد الإله، كنت ستذهب إلى اللعبة ولكن ليس لك نصيب. شوف مين اللي جاهز. تفضل يا منصور. محمد بعد منصور، يلا تفضل يا منصور. انا طفل ويرعاني بهذا الكون ايماني، كتاب الله في صدري ونور الحق عنواني، وسنة خير خلق الله منها منهل الثاني. منها المنهل الثاني أعامل كل من ألقى. بإجلال وإحساني، فكل الناس أحبابي. فكل الناس أحبابي وهم في الخير عنواني. أعواني. تربينا مدرسة ستان. لا. مدارسنا على الظهر وإيمان. على ظهر وإيمان. أحمد الزهراني معانا؟ أيوة. تفضل يا أحمد. معلش يا محمد. تفضل يا محمد. استنى يا محمد اللي عليه الدور. يلا أنا قلت لمحمد. أنا طفل ويرعاني في هذا الكون إيماني، كتاب الله في صدري ونور الحق عنواني، سنة خير خلق الله منها المنهل الثاني، أعامل كل من ألقى بإجلال وإحسان، فكل الناس أحبابي
وهم في الخير أهون. ربنا مدارسنا على ظهر وإيمان. تستحق أن تلعب اللعبة، وهي لعبة وهي لعبة كابتن ماجد. عندك 7 أسئلة توصل للكأس. أول سؤال، السؤال الأول محمد. محمد محمد الشهراني، حساس ومهذب. محمد يعرف أن اللعبة. قولي كلمة يرعاني، أنا وعلمت منها بالتدريب المتواصل. لا ولا ألف. طيب طفل، ما نوع التنوين بها؟ إيش؟ طفل، ما نوع التنوين؟ أما تنوين ضم. طيب بهذا اسم إشارة ولا حرف جر؟ هذا إيش؟ هذا اسم إشارة. اسم إشارة ولا حرف جر؟ أما إشارة. طيب ماذا؟ يا سلام راعب يا صدو. نكمل يا محمد. عندك السؤال الرابع، الكون لا من قمرية أم شمسية؟ الكون الكون القمرية. طيب ما جمع كلمة طفل؟ طفل جمعها أطفال. أطفال. طيب ما المقصود بخير خلق الله؟ الرشود. أسألك سؤال، ما معنى كلمة المنهل؟ المنهل المصدر. وصلت للكأس يا بطل، بارك الله فيك، 10 من 10. طيب ننهي المسابقة ونشوف مين اللي هيقرأ قراءة صحيحة تاني. بعد أحمد. تفضل يا أحمد. تفضل يا أحمد. أنا طفل يرعاني بهذا الكون إيماني، كتاب الله في قلبي ونور الحق عنواني، وسنة خير خلق الله منها المنهل الثاني، أعامل كل من ألقاه بإجلال وإحسان، فكل الناس أحبابي وهم في الخير أعواني، تربينا مدارسنا على طهر وإيمان. أحسنت القراءة. طيب نرجع العودة للمسابقة. الأول، السؤال الأول يا أحمد، ما مثنى طفل؟ نجم رائع. مثنى طفل نجم حساس ومهذب يعرف ما مثنى طفل؟ فن التمرير يصنع. طيب ما جمع كلمة الكون؟ أكوان. ممتاز. إيماني تبدأ بهمزة قاطعة أم وصل؟ وش تشتغل؟ إيماني وصلا أم قاطع؟ الهمزة اللي في الأول قاطع. كلمة الله لام أصلية أم شمسية أم قمرية؟ أصلية. تاج. ما معنى كلمة المنهل؟ المصدر. ما نوع المد بها؟ وش صدري. صدري يا
آخر أسألك سؤال. على أي شيء تربينا مدارسنا كما جاء في النشيد؟ على طهر وإيماني. أحسن، 10 من 10. بارك الله فيك. شوف محمد العوفي حاجز. محمد العوفي حاجز. أنا بعد محمد عوفي. تفضل. ماشي عبد الله. دقيقة أستاذ وني. أنا دين المعاملة. أنا طفل ويراني بهذا الكون إيماني، كتاب الله في صدري ونور الحق عنواني، سنة خير خلق الله منها المنهل الثاني، أعامل كل من ألقى بإجلال وإحسان، فكل الناس أحبابي وهم في خير أعواني. تربينا مدارسنا على طهر وإيماني. عاوزك ترى وهم في الخير أعواني. تستحق أن تذهب إلى المسابقة يا بطل. افتح محمد، عيد معاي. طيب يرعاني، كم أدي بها؟ ها؟ يرعاني، كم أدي؟ يعرف أن اللعبة مهارة فن. واحد. بها مدين. يلا مين هيقول أنا جاهز؟ أنا أسامة النجد. بطل يا أسامة. أنا عبد الله. هذا انا خالد. طيب انا ناخذ اسامه وبعدين عبد الله وبعدين خالد. يلا بعدين عبد العزيز. خلاص واللي قرا خلاص. عبد الله خلاص قرا خلاص. انا طفل ويراني بهذا الكون ايمان، كتاب الله في صدري ونور الحق عنواني، وسنة خير خلق الله منها المنهل الثاني، أعامل كل من ألقى بجلال وإحسان، فكل الناس أحبابي وهم في الخير أعواني. تربينا مدارسنا على طهر وإيماني. بارك الله فيك. نروح تستحق أن تذهب مع كابتن ماجد. السؤال الأول يا أسامة، طهر، ما نوع التنوين بها؟ فتح كسر، تنوين كسر. خلاص راحت المسابقة. يلا يا عبد الله. أنا طفل ويرعاني. أنا طفل ويرعاني بهذا الكون، بهذا الكون إيماني، كتاب الله في صدري ونور الحق عنواني، وسنة خير خلق لا ايش تبعد روح الحمام منها المنهل الثاني، عامل كل من ألقى
القه ب ب ب أج لأجلاب وأحسان فكل الناس أحبابي وهم في خير أعوان تربينا مدارسنا على طهر وإيمان. بارك الله فيك يا عبد الله. استعد للأسئلة. سؤال الأول، وإيماني كم مد بها؟ وإيماني وإيماني مدين ثلاث مدود يا عبد الله. تفضل يا خالد. أنا طفل. عبد الإله أنت قرأت، في زملائك لسه ما قرأوش يا عبد الإله. إحنا ممكن بكرة نطبقها تاني، ما فيش مشكلة، بس لازم نعطي فرصة للباقي. تفضل يا خالد. أنا طفل وإعاني في هذا الكون إيماني، وكتاب الله في صدري ونور الحق لي عنواني، وسنة خير حق لا اسمها وسنة وسنة خير وسنة وسنة خير خلق خلق الله خلق الله خلق الله ومنهم منها أن المن المن هما المن 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 هم المن هل الثاني أعامل كل من من أق... من من أق... ال أق... ال 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 القاء 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 إجلال إجلال وإحساني وكل الناس أحبابي فكل الناس أحبابي وهما هم في الخير خير أعواني خير أعواني تربينا مدارسنا علينا على طهر وإيماني. طيب من جاهز بعد خالد؟ أنا عبدالعزيز. تفضل يا عبدالعزيز. طيب هناخد عيسى وبعدين عبد العزيز وبعدين عبد الرحمن. تفضل يا عيسى. أنا طفل ويرعاني بهذا الكون إيمان. يا عبد العزيز بقول عيسى وبعدين عبد العزيز. أنا قلت قبل عيسى. مين اللي بيقول اللي قلت قبل عيسى؟ أنا عبد العزيز. وأنت لسه جاي تقول أنا يا أستاذ عيسى كالألم. أستاذ صدقني انا سمعت عيسى قبلك والله. استاذ خل عبد العزيز بعدين انا. عبد العزيز اتفضل يا عبد العزيز. عيسى اثرك على نفسي. انا طفل ويرعاني بهذا الكون ايماني، كتاب الله في صدري ونور الحق عنواني، انس خير قوه
المنحنى الثاني. عاملوا كل من ألقاه بجلال وأحسان. بإجلال وأحسان. فكل الناس أحبابي وهم في خير من أعوان. تربينا ودارسنا على طهر وإيمان. بارك الله فيك. تفضل يا عيسى. طبعا في خطا يبقى ما بيوصلش للعب. شوف احمد قول للشوفات العوده. تفضل يا عيسى. انا طفل ويرعاني بهذا الكون ايماني، كتاب الله في صدري ونور الحق عنواني، وسنه خير خلق الله. اسمع الكلمه دي تاني. وسنته لا. خير لا. خلق الله. ما هي سنته؟ وسنته خير خلق الله منها المنهل الثاني. وعامل كل من ألقى بجلال بجلال وأحسان. فكل الناس فكل الناس أحبابي وهم في الخير أعوان. تربينا مدارسنا على طهر وإيمان. طهر. تفضل يا سعد. مين بيتكلم؟ عامل دوشه. محمد صلاح اقفل يا محمد. أنا طفل ويرعاني بهذا الكون إيماني، كتاب الله في صدري ونور الحق عنواني، وسنة خير خلق الله منها المنحل ثانية. الثاني. تمام. عامل من ألقى بجلال وحساني. فكل الناس وإحساني. فكل الناس أحبابي وهم في خير أعواني. تربينا مدرسنا على طور وإيماني. تمام. يلا نذهب للعب. جاهز؟ أعواني. همزة قطع. قطع. الحق. لام القمرية أم شمسية؟ نعم أستاذ. الحق. قمرية أم شمسية؟ قمرية. ما جمع كلمة الكون؟ نعم أستاذ.
جمع كلمة الكون. أكوان. أبي كم مد بها؟ أستاذ أحبابي كم مد؟ اثنين. ألف ياء. عامل كل من ألقى بإجلاء لن، ما نوع التنوين؟ فتحة أم ضم أم كسر؟ كسر. كل الناس، الناس شمسية أم قمرية؟ شمسية. طيب أحبابي كم مد؟ اثنين. عشر من عشر. بارك الله فيك. شوف واحد اللي بعده. مين جاهز؟ مين قال أنا جاهز؟ ها؟ يكون لسه ما قرأش. طيب على العموم انتهى الوقت، وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم. انت الوقت خلص، انا اقول يلا مين معانا لسه دقيقه. تفضل يا يا سام. مسامة. انا طفل ويرعاني بهذا الكون ايماني. شو بعد اطلع؟ لا. كتاب الله في صدري، نور حق في عنواني، سمت خير خلق الله من ولو الثاني. أسامة، لأنك أنت اجتهدت. إن شاء الله الحصة الجاية في لغتي بكرة بخليك تلعب لعبة كابتن ماجد أول واحد إن شاء الله. بارك الله فيك، لأن الوقت انتهى فمش هنلحق نكمل عشان الحصة الجاية تروحوها. وعيسى، عندك يا عيسى فيديوهات أو غرفة نقاش لسه ما دخلتهمش في أي مادة؟ شوفها علشان كل الفصل ياخد 10 من 10. طيب هنقرا بكره ان شاء الله. هنقرا بكره يا امير عشان اليوم الحصه خلص. الله يعطيك العافيه. مع السلامه.